وللحديث عن الإجراءات والانتهاكات الأوروبية ضد المهاجرين ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المحامي والمحلل السياسي طارق حاج بكري. حياكم الله أستاذ طارق. تحياتي لكم. أهلا بك أستاذ طارق. بداية، ما سبب عودة تصاعد المناخ العدائي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في أوروبا برأيك على هذا النحو في الفترة الأخيرة؟ تحياتي لكم ونصر للثورة السورية. أولا، إذا لاحظنا خلال الفترة الأخيرة نجد بأن هناك تصاعد للتطرف اليميني في أوروبا وعلى أكثر من أوروبا أيضا، وفي أمريكا وفي كندا، وهناك مطالبات عديدة بمنع قبول طلبات اللجوء إلى هذه الدول، وذلك حسب رأيهم وحسب تخوفاتهم، خوفا من تصاعد عدد اللجوء، تأثيرهم في السياسة الداخلية للدول والإنفاق عليهم، وبالتالي تأثيرهم على الحالة الاقتصادية في هذه الدول وخصوصا في أوروبا. وأيضا من هناك ناحية، وهي الناحية الدينية، يتم التوقف عنها ومناقشتها دائما في الدول الأوروبية، فهم يخيفون في وجه العنصر الإسلامي تحديدا أكثر من أي عنصر آخر يطلب اللجوء إلى الدول الأوروبية. وهذا ما لاحظناه في الفارق في التعامل ما بين اللجوء من دول الجنوب الشرقي لأوروبا وما بين اللجوء الذي حصل من أوكرانيا، حيث كان هناك ترحيب كامل باللجوء من أوكرانيا في اتجاه أوروبا، بينما كان هناك معاملة بطريقة مختلفة تماما بالنسبة للاجئين من العرب السوريين تحديدا، أو من ليبيا، أو من جنوب البحر المتوسط اتجاه أوروبا. يعني وكان هناك تقصد أستاذ طارق، تقصد أن الازدواجية في التعامل بين اللاجئي أوكرانيا واللاجئين من الشرق الأوسط هو لأسباب دينية بحتة؟ ربما أكثر من هذا الأمر من ناحية النظر الأوروبية، ربما هم يظنون أن يوجد تقارب ثقافي ما بين أوكرانيا وأوروبا، هذا من ناحية، يوجد تقارب جغرافي ما بين أوروبا وأوكرانيا، عادات وتقاليد متشابهة، ربما هذا يؤثر أيضا، ولكن العامل الديني له دوره أيضا في هذه القصة حتما. حتى أن لقد لاحظنا هذا على مستوى طالبي اللجوء السوريين في أوروبا، فالغير مسلمين يتم قبولهم مباشرة وإجراءاتهم أسهل وأسرع من المسلمين الذين يلجؤون إلى أوروبا. هذا لاحظناه ملاحظة كاملة خلال فترة طويلة من الزمن من طالبي اللجوء السوريين إلى أوروبا. هذا الأمر يساعد، لا أقول أنه هو العامل الحاسم، لا، ولكنه هو طرف من أطراف التي تصعب عمليات اللجوء بالنسبة للاجئين من الشرق والشرق. طيب، هناك تقارير صحفية بأن الاتحاد الأوروبي يقدم مال لميليشيات مسلحة أفريقية للحد من موجات اللجوء، من تقدم موجات اللجوء باتجاه أوروبا. باعتقادك، ما هو الموقف القانوني، عدا عن الموقف الأخلاقي، الموقف القانوني للاتحاد الأوروبي في حال صحة أو يعني ثبوت صحة هذه التقارير، وكيف لأوروبا أن تتعامل مع مثل هذه التقارير؟ بصراحة شديدة، هناك عصابات مسلحة سواء كان في تمنع المهاجرين من أفريقيا باتجاه الشمال، متواجدة في الدول الأفريقية وخصوصا في ليبيا، أيضا هناك عصابات موجودة في البحر، وهناك عصابات موجودة في اليونان وبلغاريا، لنكون صريحين وواضحين في هذا الأمر، وهناك عصابات تختص بالتضييق على المهاجرين ومنعهم من التقدم استغلالهم ماديا وحتى جنسيا في مقابل الوصول. بغض النظر عن وجود هذه العصابات او عدمها، فان مجرد دعم هذه العصابات خارج تعتبر خارجه عن القانون، وعصابات ارهابيه وعصابات ذات طابع عرقي، ذات هي تميز ما بين البشر وتعاملهم على اساس تمييز ما بين عنصري. فاذا كان هذا التقارير صحيحه وان اوروبا تدعم هذه العصابات، فهذه ارتكاب، فإن هذه الدول ترتكب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، ويجب معاقبتها وفق القانون الدولي. فهذه العصابات ذات طابع دولي ومدعومة، إذا كانت موجودة طبعا، إذا كانت موجودة فهي ذات طابع دولي ومدعومة من دول، وبالتالي يجب محاكمة هذه الدول أمام محكمة الإرهاب الدولية ومحاكم الجنائية الدولية ومحاكم الإنسانية، ويجب نعم أستاذ طارق، هل يتجاوز هذا الأمر يعني الكلام النظري؟ هل هناك بالفعل إمكانية لرفع دعاوى ومقاضاة إدارات الهجرة في الدول الأوروبية على هذه الانتهاكات الحاصلة؟ وما مدى يعني ما هي فرص نجاح مثل
مثل هذه الدعاوى؟ بصراحة شديدة، هناك فرق ما بين ما يجب أن يكون وما هو قائم حاليا. الدول الأوروبية تتحكم وتسيطر مع أمريكا، ومع أمريكا تسيطرون على المحكمة الجنائية الدولية. إذا كان هناك قوى حقيقية قادرة على الوصول فيمكنها إقامة الدعوة، لكن ما لا نعلم مدى قبول هذه الدعوة وما إمكانيات هذه المحاكم على تطبيق أحكامها التي تصدر عنها، وما مدى انعكاس هذه الأحكام التي قد تصدر على هذه الدول وعلى طلبات اللجوء وعلى الهجرة القسرية للناس الذين يحاولون الهروب من بلادهم عندما يتعرضون للإرهاب والقتل كما يحصل في سوريا، عندما حيث يقوم نظام الأسد حيث هجر نظام الأسد المجرم نصف الشعب السوري داخليا وخارجيا، وبالتالي هؤلاء أصبحوا مهجرين قسريا ويجب قبولهم وفق القانون الإنساني وفق القانون الدولي يجب قبولهم. فلا ندري مدى التأثير، بالحقيقة إلى الآن لا يوجد هذه الإمكانية، وهذه الإمكانية غير متاحة، ولكن يجب العمل عليها عن طريق المنظمات الدولية تنمي في هذه الأمر، والمنظمات هي صاحبة الاختصاص في هذا الأمر بإقامة دعوة في أمام محاكم الدولية لملاحقة هذا الأمر ومحاكمة المجرمين سواء كانت دوائر الهجرة أم الدول. نعم، أوروبا بحاجة ل يعني طاقات بشرية، بحاجة لأيدي عاملة، كلنا نعلم هذا الموضوع، وحتى المسؤولين الأوروبيين يعني لا يخفون هذا الأمر. فأوروبا بحاجة للاجئين وهي لا تخفي هذا الموضوع كما ذكرنا، وفي ذات الوقت يعني هي تعلن سياسة العداء ضدهم. كيف من الممكن فهم هذا التناقض؟ هذا التناقض ناجم عن وجود جهات تطالب بمنع الهجرة والبقاء من ناحية بشكل عنصري، بصراحة يعني بشكل عنصري، بغض النظر عن سبب قيام هذه العنصري سواء كان ديني أو عرقي. وهذه المجموعات متواجدة في المجتمعات الأوروبية والدول الأوروبية، من الناحية الإعلامية تساير هذه الجماعات وتطالب بوقف اللجوء، رغم أن ما قلنا بأن الدول الأوروبية تسعى من ناحية أخرى للحصول على عنصر الشباب والعنصر المثقف أصحاب الكفاءات، هي تسعى بكل طاقتها للحصول على أصحاب الكفاءات تحديدا المستويات العلمية وعنصر الشباب القابل على الاندماج في المجتمع الأوروبي، وهؤلاء تعتبرهم بعد فترة من الزمن يصبحون أوروبيين وعناصر فاعلة في المجتمع الأوروبي. هي لا تريد لا عجائز ولا مرضى ولا كل هذه الأمور لا تريدها، رغم أن هناك قبول لبعض الحالات الإنسانية ولكنها محدودة لا تشكل علامة فارقة في اللجوء، وبالتالي هي تحافظ على هذين العنصرين، رغبتها بالحصول على الكفاءات وبنفس الوقت مسايرتها للجماعات المتطرفة أو العناصر اليمينية المتواجدة في مجتمعاتها. طيب برأيك هذه الحملات هل ستؤثر على مستقبل وجود اللاجئين في أوروبا، على مستقبل اللاجئين في أوروبا؟ هذه الحملات بالنسبة لمستقبل اللاجئين في سوريا، لنلاحظ أمرا، هناك لاجئون وهناك أصبح لاجئون مجنسون. اللاجئون الذين يمنحون مدد للبقاء في أوروبا، قد يتم تمديد هذه المدد وقد لا يتم حسب الأوضاع في بلادهم. فمثلا هناك لاجئون يجب إعادتهم، وهؤلاء هم شبيحة نظام الأسد الذين هربوا إلى أوروبا طلبا للعيش. هؤلاء مهاجرون وليسوا لاجئين. هؤلاء يجب إعادتهم لأنهم كانوا يعيشون في حالة آمنة وكانوا يمارسون الجرائم في سوريا، بينما هناك مضطهدون اضطروا إلى اللجوء بسبب الخوف على حياتهم، سواء والخوف على حياتهم وكرامتهم ووجودهم، وهؤلاء يجب على الدول الأوروبية من الناحية القانونية قبولهم. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر سكايب من اسطنبول، المحامي والمحلل السياسي طارق حاج بكري.